المملكة العربية السعودية معروف عنها بأنها قوة مؤثرة في الشرق الأوسط ولها اعتبارات كثيرة في اتزان الأمور، ولكن إيران متجهة إلى القنبلة النووية بحسب يعني الكل تشك، الولايات المتحدة الأمريكية تشك، إسرائيل تشك في ذلك، الكثير من العرب يعتقدون أن إيران متوجهة إلى امتلاك القنبلة النووية. إذا ما امتلكت القنبلة النووية بالنسبة لإيران، ما هو موقف السعودية من ذلك؟ خاصة وأن حتى الحوثيين أصبحوا يمتلكون الآن صواريخ باليستية يعني تتعدى حقيقة 500 و700 كيلومتر الآن إلى العمق السعودي. الموقف السعودي إذا ما وصلنا إلى هذا السيناريو، ما هو برأيك؟ سندخل في حلف أكبر ضد إيران؟ سنستمر في الأمور الدبلوماسية؟ ما هو تصورك؟ اولا ينبغي ان اخي الكريم ان تعرف ان الجيش السعودي اليوم واحد من اقوى 10 جيوش في العالم حسب تصنيف مراكز الدراسات العسكريه في الولايات المتحده الامريكيه، ولديه يعني لا يقل عن 500,000 مقاتل، ولديه منظومات دفاعيه دفاع جوي وسلاح جوي. سلاح الجو السعودي هو أقوى، ثاني أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط بعد إسرائيل. هذا من حيث الواقع. أيضا رياح الشرق، منظومة رياح الشرق ومنظومة صواريخ استراتيجية قادرة على حمل القنبلة النووية مداها 2500 كيلومتر موجودة في المملكة العربية السعودية، وتخضع للتطوير بين فترة وأخرى، وهي نتيجة وثمرة للتعاون السعودي الصيني. وهذه لا قطاع اليوم قطاع مهم، قطاع الحقيقة سادس من قطاعات القوات المسلحة، اسمه قطاع الصواريخ الاستراتيجية. والمملكة يعني ستبر بتعهدها في أنه إذا حصلت إيران على القنبلة النووية فهذا حق مشروع للمملكة العربية السعودية في الحصول على القنبلة النووية. ولدى المملكة مشاريع نووية ربما تحدثت عنها المصادر الغربية، ولكنها في إطار مدني، ولكن البنية التحتية موجودة في المملكة، ولدى المملكة القدرة على إنتاج القنبلة النووية إذا ما يعني أخفق الغرب في يعني تطويق المشروع النووي الإيراني. والأمر بالنسبة لنا مثل ما حصل لباكستان مع الهند، يعني فعل ورد فعل مباشر بدون أي تردد، ولن نلتفت في المملكة لأي ضغوطات أو تعليقات من هنا وهناك، لأنه سيعلق الفشل على القوى الغربية على كل حال.